ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ توحيد مالك من دنه رفع لا 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 أنا أريد أرى ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ من يعرف التوحيد؟ الموحد لا لا ليس واحد فقط سبحان الله والبقية لا يعرف التوحيد؟ إذا معنى هذا أبو جهل أفضل منهم؟ والله عيب والله عيب أن لا نعرف التوحيد. ما هو التوحيد يا سأل؟ لا ترجم أنت ترجم. توحيد مالت من دنا وترجموا ترجموا الدنيا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف أصل الإسلام وأبى أن يقر بالتوحيد، وأنت موحد لا تعرف التوحيد؟ ينفيت الله يستلى إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينسوا أبو جهل كسو يتشارى وقت يالوهم أبو جهل بيسرابتهم وقت قلب يهنوكن وقت هالي موحر نبرو توحيد الموكن فيت الله يسكفوا. التوحيد هو عمل قوت مالات ارسو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن يفرد الله يعني لا يجعل معه شريك. نعم اللهم ببتشونينة ملتلنا وبعملكوت بعملكوت عملكوت إلا الله بتشام أدرك. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به يعني هذه لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى معه أحد مختص هذا بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بمن ليبت نجر للا ولا جرى الله ليته لا الله بتشال يادر باتكاري. من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فقط تذكرها من دون شرح. نعم صوت يا توحيد أين توجه يهتنا غارينة أملك وتنات يسمنا يبهارات وتشام أملك وت يا يسموت أملكوت يا أملكوت دمو توحيد توحيد الألوهية توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة هكذا توحيد مالات بصوتكم يا توحيد كفلوت لا الله بتشاس النادر قنا. نعم ما هو توحيد الربوبية؟ يا أستنابارنة توحيد مالات ترقم اسم دنو هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الله سبحانه وتعالى بتشان صارنا قوة اتشنا عالم بتشان فتاري اندهونا منتن توحيد الألوهية يا عملك والتوحيد دم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله الله سبحانه وتعالى بعملك وتنتلو عملك وتنتلو سبحانه وتعالى كالله تعالى عملك وتدرج لك عندما كلمة توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته يسمنا يا بهاريات والتوحيد ما لا تدمو الله سبحانه وتعالى تنتلو بالنزيه لقلتنا ببهاريات وشنا بسموتشو ما ننسو بالنزيه ما ننمأكل ما ننفطر أي قرام بلا الله يونش بهاريات أسلف ولا يأكل أي ست. نعم إذن التوحيد أنواع ثلاثة يتعود كفر لصوت يكفلها